دي فاطمة اخت سيد، الشهيرة فاطمة كشري اللي خطفت قلب بودي شيرب عبد الغفور البرعي بجمالها ودلالها واستقبالها ليه في عربية الكشري. وتقدر تشوف الحلقات القديمة من هنا او هنا او هنا او هنا. عبده هو قاعد في قعدة عمل مع فاطمة بيقول لها انا قررت قرار وارجو ان تساعديني عليه، انا عندي فكرة كرييتيف. فبتقول له يا اختي قولي الفكرة يا اختي. قال لها انا قررت ان هفتح دكان وهبقى حر نفسي. وبيروح لسيد اخو فاطمة وبيطلب شيشة وورقة وقلم وكوباية شاي وعلبة سجاير ومفاتيح، ويقول له ما تيجي نعمل مشروع، ما تشوف لي محل كده يا سيد اشتريه. فسيد بيقول له انت معاك قد ايه؟ ها؟ محوش قد ايه؟ فعبده يقول له سمعت عن الدولفين اللي بيغطس البسين؟ هو ابراهيم راح فين؟ فسيد بيقول له اه يا خبيث انت مش عايز تعرفني معاك قد ايه؟ احنا محتاجين مش اقل من 2000 جنيه. فبده يقول له ايه؟ احيه يا غاليه كده ليه؟ ولما بيتكلم مع فاطمه بتقول له وانت مالك متسرب عليه، ده احنا لسه في الحلقه السادسه. بيروح عبده للحاج سردينه بالبضاعه اللي اشتراها من خليل بتاع الخرده ب 30 جنيه ويساله المعلم بكام دول يا؟ قال له لا دول خدهم هديه وهات 50 جنيه. وبياخدوا المعلم ابراهيم سردينه مع المزاد عشان يعرق المنافسين والخصوم، وبيلاقي حته عيل من الحوش عامل نوش فيروح يقول له او الجيف يو 3000 باوند بس تمشي من غير ما تعمل ساوند. ها وبيروح عبده الفهيم افندي على القهوه، فيقوم حمامه قايل اللي عايز يعمل مشروع وصل اهو ويطلب منه انه يشوف له دكان يشتريه. وفهيم يقول له مش لسه بدري يا عبده. فبودي بيقول له عارف يا فهيم افندي انت لازم تستغل طاقتك وتحس بمكانتك، بالك انت انا لو استمريت في السعي يبقى ده بيقتضي حتميه الوصول. بيروح مرسي المخزن اللي عبد الغفور شغال فيه ويلعب في اساسه اللي هو المخزن، وبيقول لعبده ايه عبده المخزن شكله مترتب كده ليه؟ انا عايزك تعيد تشكيله من اول وجديد. فعبده لسه هيبتدي يشيل البضاعه، فمرسي بيقول له استنى بس، واحد استعد، اتنين مد رجل، ويطلع بره المخزن ويقول له تلاته ابتدي، وبتقع البضاعه كلها على بودي اللي قطع النفس. وبيطلب الاسعاف لبودي اللي نزف واتقطع من جواه بس جسمه من بره نسي طعم الجرح وكان سليم عادي. وبيتعصب الحاج سردينه لما بيعرف باللي حصل ويسال مرسي ما تعرفش مين ابن الحرام اللي عمل كده؟ فمرسي قال له وكتاب الله ما اعرف يا معلم. فاطمه وهي قاعده بتتمشى في الصاله في عز الليل وبتفكر في عبد الغفور بتسمع صوت الحرامي اللي جاي يعلن عن نفسه، وبيطلع مرسي هو اللي بعته يسرق فلوس عبد الغفور بعد ما عرف ان عبده هيشتري دكان فرغلي. وبيتسجن مرسي ويحيى العدل، وبتروح فاطمه تزور عبده اللي كان بيطلع في الروح. وبيدي عبده مفاتيح الاوضه لسيد ويقول له هتسيب اول مفتاح فهتلاقي تاني مفتاح، هتسيب تاني مفتاح فهتلاقي تالت مفتاح، هتفتح القفل وهتسيب القفل وتفتح الباب، وهتسيب الباب وهتشيل الفرش بتاع الكنبه، وهتسيب الفرش وهتشيل الخشبه، وهتسيب الخشبه وهتفتح الصندوق بالمفتاح، وهتسيب الصندوق وتاخد الفلوس، وهتسيب الفلوس وتاخد ال 1600 جنيه بتوع الدكانه. فسيد بيقول له انا مش فاهم حاجه يا عبد الغفور. فعبده قال له اركب حنطور وانت مروح. وبتروح فاطمه تشتري لعبده المحل وبيأجروا له المطرح الجديد. وبيطلع عبده من المستشفى ويطلع على المعلم سردينه ويقول له عايزك في حاجه مهمه بس ثواني اظبط لك الشيشه الاول. وبيقول له بص يا حاج انت عارف ان الكل عاشق وطن والكل طير مرساه والكل قلب حبيب مكتوب عليه الايه، صح ولا مش صح؟ فالمعلم بص له كده وقال له بقول لك ايه، بعد ما خدت مني فاطمه انا بقيت منتظر منك اي حاجه، ومن غير لف ودوران جاي تقول لي انك مش هينفع تشتغل هنا تاني صح؟ فبودي قال له انت عرفت ازاي؟ فالمعلم قال له انا عارف كل حاجه يا حبيبي ولا انت فاكرني دغف؟ فعبده قال له فكف. بيروح فهيم افندي يحكي لعبده على اللي مرسي عمله، وبيروح عبده لسيد القهوه ويطلب شيشه ويقول له بص يا سيد انا طالب ايد اختك. فسيد قال له ما هي معاك يا ابني من بدري، وبيتحقق طلب المشاهدين وبيتجوز ابننا بودي بنتنا طمطم، وبتتزوق له بقى ست البنات وبتدخل عليه قمر بدر منور. فبيقول لها ايه الحلاوه دي؟ قالت له والله يا عبده نو ميك اب نو فلتر. فقام بودي قال لها نادر عليا لاصحالي كل يوم بدري وروق لك البيت وخلي لك الشقه قشطه. بيطلب عبده من سيد ان يعدي عليه في الدكان ويقول له يا سيد يا اخويا فاطمه مراتي ملهاش انها تشتغل وانا ما اقبلش بده. فسيد قال له يعني ينفع يا عبده تشتري منجايه وتحطها في الثلاجه وتطلب منها تتحول لتفاح؟ ما تاخدش حد وتغيره يا عبد، وبعدين انا مين هيساعدني في الشغل على العربيه؟ فعبده قال له والله يا سيد يا اخويا انا اصلا ما عنديش ثلاجه، بعدين ما انا هشغلك عندي في المحل بنفس اجرتك واكتر كمان. فسيد قال له يا راجل مش تقول كده من بدري. بيقرر بودي انه ياخد التجربه ويحضر مزاد بنفسه وسط اكبر معلمين السوق. وفي وسط ما الناس عماله ترمي الارقام بيقف عبد الغفور ويقول 13000 جنيه على امل ان اي حد من المعلمين الموجودين ينطروا من المزاد ويعرقوا بكام سوسن بدر. وبيحس عبد الغفور انه دبس نفسه في المزاد فقام قايل لهم انا اسف والله ما اقصدش انا عيل صغير. وبيبتدي العيل الصغير يكبر والدنيا تزهزه معاه ويشتري اوتومبيل. وفي يوم من الايام بيدخل سيد اخو فاطمه عليه ويقول له الحق يا ابو عبد الوهاب مراتك ولدت. فقال له ولد ولا بنت؟ فقال له اما اعرف الاول مفهوم الذكوره بالنسبه لك ايه يا معلم. وبيسمي ابو عبد الوهاب ابنه عبد الوهاب. وفي مره وهو قاعد في دكانته بيمارس هوايته المفضله الا وهي جمع الفلوس بيجي له خبر ان الحاج سردينه تعب ووقع في وكالته. فبيروح عشان يزوره في بيته وبيقابل فوزيه مرات سي محفوظ ابن الحاج. فبتقول له انت بقى بودي ده انا بقيت بيك فان ليك من كتر بوستات الحاج عنك. وبيطلع سي محفوظ لعبده يقول له فين الكمامه بتاعتك؟ قال له نسيتها والله وانا جاي من مشوار بعيد. قال له سوري مش هقدر ادخلك. بيخلف بودي بنته الثانيه سنيه الشهيره بنينة
تاني وبيجيله خبر ان الحاج سردينة مات، فبيعيط عبد الغفور وبيقول انا ما زعلتش على ابويا قد ما زعلت عليه. وبتعيط فاطمة هي وبهيرة بنتها اللي في بطنها ومعهم مصر كلها، وبيندب عبده وبيقول مش قادر على فراقك، وبيقول لفاطمة انا الدنيا سودت في وشي ومش قادر اتحرك ولا اشتغل. قال له قول لي يا فهيمة فندي ايه رايك في الوكاله الجديده بتاعتي، وبيشتكي له ان العماره الجديده بتاعته اللي بقالها سنه ونص بتتبني لسه ما خلصتش، ويقول له انت مش فاهم انا ضحيت بيه عشان اجمع فلوس العماره دي. ففهيمة فندي بيساله ضحيت بيه يا حاج؟ فعبد الغفور قال له حفله هاني شاكر، ما تنسوش تعملوا لي فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده وتستنوا فيديو جديد كل يوم جمعه، وتعملوا فولو لاحمد رضا عشان هو اللي منتج الفيديو ده. سلام.